نور. مساء الخير ومرحبا بكم. شكرا. المنتدى هو الطرف الرافع هذه القضية. هات ساعة نعرفوا الناس ربما المنتدى التونسي للاستشعار والوقاية من الجريمة الاقتصادية. نعطيه عليه فكرة للناس اللي ما تعرفوش مدام ريم. أي بالحق هو مش معروف خاطر اختصاصه هو مقام الجريمة الاقتصادية والوقاية من الجريمة الاقتصادية. يعني أكثر أن هو يخدم في المجال هذا في يعني تحليل الجو الاقتصادي التونسي، تحليل الأزمات، وجود التوسكيه كونتر لا لوا. المنتدى هذا تأسس عنده 4 سنين، أكثر منه هو علمي، أكثر منه هو جمعياتي سور لو تيران. ما عندنا الحق يعني من أهداف المنتدى التونسي للاستشعار والوقاية من الجريمة الاقتصادية هو رفع القضايا وقت تبدأ فما شبهات تبييض أموال والتجارة بالبشر يعني توسكي كونسيرن الجريمة الاقتصادية اللي بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة. أنا نرأس المنتدى هذا، معايا مجموعة رائعة من 3 محامين معايا اللي هما زادة ينشطوا في الاختصاصات نتاعهم المختلفة، ومعانا زادة في القضية هذه، وقاعدين نكونوا في فريق من المحامين اللي باش يكونوا معانا. كلكم رجال رجال ونساء قانون معناتها؟ اي الحمد لله، هذه تونس، هذوما ابناء تونس وانتاج تونسي وثقافه تونسيه، والحمد لله اللي عندنا النخبه هذه باش تكون معنا. ربي يعينكم. باهي مدام ريم، امس ومبارح وتحدثت في الحصه نتاعي على طلب عروض صدر في جريده تونسيه حول طلب عروض ل معناتها ايواء أفارقة من جنوب الصحراء مهاجرين في عدد من النزول التونسية لفترة تصل إلى نهاية سنة 2024، وحتى ربما كتبين في الطلب العروض هذي أنه يمكن تتجدد الحكاية هذي مع سنة 2025. على خلاف هذا مشيتوا رفعتوا قضايا؟ أي خفاء على الخلاف هذا، احنا قاعدين يعني حضرنا فريق عنا ليزافوكات وقاعد يشوفوا في لي ديسبوزيسيون ليغال تهم برشا، التجارة بالبشر، تبييض الأموال، زادة يعني إدماج عباد ما عندهمش أوراق في تونس، يعني داخلين بطريقة غير قانونية، وزادة باش يكون معنا حديث في المفوضة التونسية، يعني المفوضية للمهاجرين اللي لأنها السعير فوالا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. فوالا اللي احنا زادة قاعدين نشوفوا في الجانب القانوني نتاعها، ما خدمتها هي مش توطين الأفارقة في تونس، خدمتها هي مساعدتهم باش يتجاوزوا تونس يمشوا للقيعة اللي هما حاجتهم بها، خاطر تونس خاطر يلزمنا نحطوا الأمور في صفها. الأفارقة هذم ما همش نتيجة حرب، ما عندهمش حرب في بلادهم، ما عندهمش تهديد بالقتل، ما همش حياتهم ماهيش في خطر كما الفلسطينيين عندهم الحق في اللجوء في العالم أجمع، وحتى أرض وحتى دولة ما ترفض اللجوء نتاعهم. الأفارقة هذم ثم برشا إشكاليات معاهم. الإشكالية الأولى ما نعرفوش، يمكن هم يكونوا مجرمين وفارين من بلدانهم، ولا ينجم يكونوا زادة عبيد يعني من الإرهابيين من أبو كرام، خاطر أوروبا إذا هي قاعدة تضغط فيسع يعني ثم ضغط كبير من الاتحاد الأوروبي على تونس، اللي هما عندهم المعلومات الأغلبية متاحهم اللي فيهم الإرهابيين وفهم الميليشيات اللي كانوا في الحروب يعني في ليبيا مثلا الفولديغ ليشوز، وفما اللي عندهم هما في افريقيا، فما برشا حروب اهليه وحروب عرقيه، دونك هذوما الكل ما نعرفوش عليهم علاش جايين تونس، وحتى لو كان هي تونس ارض عبور نخليهم يتعداوا. وفما يلزم فما وفاق بصفه عامه بين الجزائر وليبيا وتونس والحديث فيه بامور جديه، خاطر الامور باش تخرج عن نصابها. احنا بالمنتدى التونسي للاستشعار والوقايه من الجريمه الاقتصاديه هو رفع قضيه في تبييض الاموال، في التجارة بالبشر، في زادة التواصل مع شبكات مشبوهة، خاطر كيفاش انت تعرفهم، كيفاش يدخلوا، كيفاش يخرجوا، كيفاش انت تمكنهم في التوطين في تونس، وهذا غير قانوني. باهي دكتورة، اليوم رفعتوا قضية ضد المجلس هذايا، المجلس التونسي للاجئين هو اللي اعلن طلب العروض، وحسم عملنا هكا معناتها رشاش. انت لفات انك تعمل رشاش صغير تعرف ان المجلس هذايا يتبع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
اليوم التهمة اللي وجهتوها سواء كان للمنظمة هذية وإلا لهذا المجلس ولا لغيره، معناتها اليوم من كل من سيكشف عنه البحث هو تبييض الأموال والاتجار بالبشر. أنتم أهل قانون تعرفوا جيدا، بدأت السماعات، بدأت الأبحاث ولا ما زالت؟ لا مازلنا توتو ديبي. احنا اول حاجه طالبين، اول حاجه اللي طالبينها في القضيه تجميد الاموال بصفه عامه للجمعيات هذه كلها والجمعيات الكل الخيريه اللي عندها علاقه مباشره ولا غير مباشره بالاشياق وبالمنظمه المجلس دونك لو كونسي تونيزيان دي ريفوجي، خاطر سمحني نسيته بالعربي. دونك هذوما زوز يلزم تجميد الاموال نتاعهم، لانه باستحاله باش انت لو نومبر يعني العدد المهول نتاع الافارقه اللي داخلين لتونس ماهوش ب 10000 20 دينار نهار في الوتله، واحنا كلنا نعرفوها اللي الوتيل غالي. وثاني حاجه فما خطر اكبر من هذا الكل اللي هو ضرب الموسم السياحي التونسي، القطاع السياحي قطاع حيوي، تونس بلد سياحي، تونس بلد استجمام، تونس بلد جميل برشا، عندنا موسم مهم برشا اللي هو يساهم برشا في البي بي يعني الناتج القومي الخام، هاي الدخل الخام. ومن بعد فما حاجه اخرى اللي القطاع هذا برشة آلاف متوانسة يعيشوا فيه ويعيشوا منه، يعني معناها بقبول الأفارقة في النزول هذه باش نضربوا الموسم هذا أو باش يعني احنا يلزمنا نقولوا نكونوا واقعيين، تونس نعيشوا في أزمة كبيرة اقتصادية ويلزمنا الاستقرار، والاستقرار يكون السياسي اللي قاعدين نحاول نحافظوا عليه والاستقرار الاقتصادي. تنجم تربح سياحة معناتها في الآخر هما ناس وبشر وينجموا يتسوحوا لأنه فما فلوس قاعدة باش تدفع، يعني ماهوش باش يدخل يسكن لله في سبيل الله، معناتها فما ناس باش تدفع هكا ولا لا؟ لا هو مش باش يدفع من جيوبهم، سامحني في الكلمة، أنا راني متشدة برشا في الموضوع على راسي. بيسالش ناخذوا كل الآراء ونتناقشوا فيها. لا أنا نقول لك هذوما هذه مفوضيه باش تخلص عليهم ماهوش من جيوبهم، ماهم جايين قاعدين باش يعملوا سياحه وهوني قاعدين. فما اشكال بين التوانسه بين الشعب التونسي وبين العباد هذوما اللي احنا ما كيما قلت اول انتروتيان ما نعرفوش عليهم، ارهابيين مجرمين ما نعرفوش عليهم، هذوما شكون؟ ما عندنا حتى شيء، لا عندنا لوريق، لا عندنا سي في، لا عندنا اصل، لا مفصل، لا ما عندنا حتى ورقه باش تقول لنا شكون هما ومنين جايين وعلاش جايين وفين ماشيين. معناتها تقول لي انت انا ما نعرفش عليه شنو هي وضعيته القانونيه وجي نسكنوا في ليزوتيل نتاعنا. بعد اين ضد المنهج هذا؟ والمنتدى التونسي للاستشعار والوقايه الجماليه الاقتصاديه احنا قاعدين نقولوا في القضيه نتاعنا اللي راهو ثم تبييض اموال وثم التجار بالبشر. والريزو هذه التجار بالبشر منين يجي؟ يعني المفوضيه تعرف لي كانو، تعرف منين جايين وعلاش جايين وفين ماشيين. ما نجمش انا هذه حاله افتتان بطريقه غير مباشره باش يحبوا يفرض علينا وضع اللي احنا رافضينه. انا مانيش ضد الافارقه اللي عندهم وضعيه قانونيه، اللي متزوجين في تونس، اللي عندهم صغار، اللي مستقرين، اللي يعرفوا ثقافتنا، اللي يقراوا اللي مندمجين، ما فما حتى اشكال فيه. هذه انا ضد الافارقه اللي ما نعرفش عليهم منين جاوا وشكونهم هما وشنو السيره الذاتيه نتاعهم. وكيما قلت لك فما برشا فيهم ميليشيات، فما برشا ارهابيين، فما برشا عباد يعني يعيشوا في ازمات نفسيه. واوروبا انا عايشه في اوروبا عندي 24 سنه يعني نعرف شنو نحكي، واوروبا فما ضغط كبير خاطر احنا الافارقه زاده في اوروبا عندنا معهم برشا مشاكل. واضح جدا، واضح. ما تتاكد انه ما زالت الابحاث ما زالت ما بداتش، انتم رفعتوا اليوم القضيه هكا ولا؟ ولا احنا اول حاجه باش نطلبوا تجميد الاموال، اول حاجه اللي طالبينها احنا من البروكيرير، اول حاجه تجميد الاموال، وثاني حاجه اللي هو استحاله استتان العباد هذوما. دونك حتى الجمعيات هذه تغادر تونس لانها لا تساهم في استقرار البلاد، الجمعيات الخيريه هي اللي تضيف الحاجه للبلاد. هذه لازم التفكير التونسي يفهمه والتفكير العام يفهمه. اي جمعيه باش تضيف حاجه للمجتمع التونسي للشعب التونسي مرحبا بها، الجمعيه اللي باش توطن وباش تعمل التوطين وباش تعمل تضغط على الشعب التونسي باش تفرض عليه ثقافه ماهيش نتاعنا ودين ماهوش نتاعنا. ومانيش انا ضد هذا الكل، فما مؤهلات وفما مؤشرات خطيره برشا اللي فما برشا عنف في سواق عباد ما عادش تنجم تدور، فما ان سونتيمون دانسيكوريتي، فما حالة احتقان كبيرة، فما شعور بانعدام الأمان، فما شعور بالخوف في الشارع اللي هذا التونسي ماهوش مجبور عليه. واضح شو ذنبه معناتها اليوم. والأفارقة هذو ماهمش في حالة حرب.
كنزو في حارة حرب مرحبا بهم، إذا هما نجموا يندمجوا في المجتمع التونسي ونجموا يساهموا، ولكن ماهيش هذا. وتونس مش نقول لك حاجة، عملنا مجهود كبير راهم اللي بداوا يدخلوا، يعني تونس من الأول حبت توصل المعلومة، حبت تفهم الوضع. اللي يجيو باش يحرقوا راهو الجيش نتاعنا يا لبريغاد مارين، هما اللي يهبطوا باش يجيبوهم في البحر، الحرس هو اللي يخدم ليل ونهار، الامن يخدم ليل ونهار. عندنا طاقه، عندنا طاقه ماليه وعندنا طاقه فكريه وعندنا طاقه زاده، اللي ما عادش نجموا نستوعبوا الضغط هذا. واضح واضح. شنو تطلب؟ شكرا. شنو تطلب؟ قولي. احنا نطلبوا من التوانسه اللي يكونوا متفاهمين، خاطر ماناش قاعدين نزيدوا في الـ في الـ في, الـ في العنف، يكونوا متفاهمين والقضاء ياخذ مجراه. ونتمنى اللي يمن بالقضيه هذا ينضم الى المنتدى التونسي للوقايه والاستشعار من الجريمه الاقتصاديه. شكرا لفضلك رئيسه المنتدى التونسي للاستشعار والوقايه من الجريمه الاقتصاديه دكتوره ريم بالخضيري، شكرا لك وتحياتي لكل العاملين معاك استاذ المحامي.